السلام عليكم. اليوم نعرفكم ب يعني هذا الفندق، الفندق الجديد اللي راه يعني الاشغال تقريبا انتهت منه، والمحادي اللي محادي لجامعة الجزائر شوف هذا الفندق اللي فيه زوج 4 6 8 10 12 حوالي 14 طبقة. نشوف الأشغال انتهت، عملية التغليف تاعو انتهت. إذن هذا ما بقى له إلا يعني فتح السياج الخارجي، كذلك المدخل تاع الفندق. نحاول نقترب منه أكثر ونزيد نشوف يعني خاصة النوعية تاع الأشغال. وهنا نلاحظ أنه مش بعيد كثير على جامعة الجزائر، ما راهش بعيد بزاف. نعاود نرجع للفندق هذا. هنا نشوفه مليح بطريقة جيدة. جناح راه قيد الأشغال مازال ما انتهتش، فيه ملحق للفندق هذا. إذن هذا هو الفندق. إذن هذا هو الفندق. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.